لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله بعد أن انتهينا من موضوع الرد، وقلنا إن الرد عكس العول. إذا تزاحمت الفروض، إذا كثر أصحاب الفروض بالنسبة للمتوفى، فالمسائل تعول، بمعنى إنه يزيد عدد الأسهم، رأس المسألة يزيد، عدد الأسهم تزيد، وتقل قيمة السهم علشان تتسع لكل أصحاب الفروض. يعني هذا نص، وهذا ربع، وهذا تمن، وهذا ثلث، وهذا سدس، وهذا تلتين. المسائل كثرت، فما لا يتبقى شيء للعصبات، وكذلك الفروض بتتزاحم على التركة، فتعود المسألة، تكثر عدد الأسهم ويتقل قيمة السهم. انت كاتبه نص، تيجي في آخر المسألة تشوفه أخذ قليل، تلاقيه أقل شوية من نص. انت كاتبه تلت، تلاقيه ربع. انت كاتبه سدس وحطه سدس، لما عالت المسألة وزادت عدد الأسهم وقل قيمة السهم يقل عن السدس. العكس خدناه المرات اللي فاتت، مرة اللي فاتت الرد. الرد هو ايه؟ لا يوجد عصبات للمتوفى، وأصحاب الفروض لا يستغرقون التركة، نص وتلت مثلا، أو تلتين وسدس، وخلاص ما عندوش عصابات عشان تديله الباقي. في هذه الحالة احنا قلنا الرد، وقلنا الذين لا يرد عليهم هم الزوج والزوجة، لأن علاقتهم بالمتوفى ليست علاقة أرحام، علاقة زوجية، فلا يرد عليهم، يرد على أصحاب الفروض من غير الزوجية. وانتهينا من هذه المسألة بتفاصيلها، مسألة ما فيهاش أزواج، وفيها مثلا بنت واخدة النص، وحد معاها واخد التلت مثلا، البنت واخدة النص وحد معاها واخد الثلث، أو بنتين واخدين التلتين، أو إلى آخره. بنعمل إيه؟ اللي بيفضل يروح فين؟ بنغير رأس المسألة وننقصه، يوم يزيد نصيب مين؟ نصيب صاحب الفرض، عشان يستغرق التركة يزيد. نيجي في آخر المسألة نشوف هو واخد إيه؟ نلاقي اللي واخد نص، واخد نص وسنة وشرطة وشوية، واللي واخد تلت، واخد تلت وشوية، لأنك أنت رديت عليه. وقلنا هي المسألة بتصعب شوية لما يبقى في أحد الزوجين، لأن إحنا بنعمل مسألة الزوجية لوحدها ونطلع له نصيبه، والرد نجريه على أصحاب الفروض، وخدنا المسائل دي بالتفصيل. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عملناها، ان احنا ما انتبهناش لما اذن لصلاه العشاء، قعدنا نص ساعه وفي ناس عوام هنا عايزين يصلوا ويمشوا، فانا نبهت عقب اذان العشاء بعشر دقائق انبه علشان اتوقف عن الدرس عشان صلاه الايه؟ العشاء. فناخد النهارده فصل في ذوي الارحام. الدرس النهارده شيق جدا، هيغطي كل اللي اتاخد قبل كده او معظمه، بس ايه السبورة انتوا بقى هتكتبوا وانا همليكم. فصل في ذوي الارحام. خدنا الفروض والعصبات والرد والكلام ده. ذوي الارحام هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة. ذو الرحم، او ذو الرحم شخص لا هو صاحب فرض ولا هو عصبة، زي الخال، كالخال وكالجد لأم، يعني اللي هو أبو الأم والعمة وابنة الأخ. هل أنت فاتك في المواريث فروض لهؤلاء؟ خالتك
عمتك، بنت خالتك، بنت عمتك، بنت اخوك. اخوك لما يكون عصب بياخد هو لوحده، هل بنته بتاخد؟ لا، ملهاش ملهاش. نعمله في دول ايه؟ بتوريثهم. قال عمر وعلي وعبد الله وابو عبيده ابن الجراح ومعاذ بن جبل وابو الدرداء، لان الله يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وعن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له. واحد ملوش وارث خالص غير الخال ياخد المال، ما هتوديه البيت المال؟ ملوش وارث خالص. لو تصورنا هذا، لا عنده اولاد ولا عنده زوجه ولا له اب ولا عنده عصبه، طبعا هو لا يمكن واحد ما عندوش عصبه، انما قد يوجد واحد ما احناش عارفين عصبته فين، ماذا نفعل؟ وعنده خال اللي قدامنا، الخال ايه 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 ومش لاقي له عصبه، يبقى إيه مشكل. ايه الحل؟ الخال، والخال موجود ياخد التركه. كذلك الجد، احنا قلنا ايه؟ الخال وارث من لا وارث له. هذا الحديث رواه احمد والترمذي وحسنه الترمذي. ولابي داود عن المقداد مرفوعا الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يعقل عنه يعني ايه؟ مش احنا عارفين ان الدية على العاقلة؟ او يدفع عنه الدية، يعقل عنه ويرثه. وروى ابو عبيدة باسناده ان ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف الا ابنة اخ له. اي بنت الاخ، ايه قلنا انها ايه؟ من ذوي الارحام، ملهاش ميراث لا فروض ولا عصبات، من ذوي الارحام. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه. يبقى الرحم الموجود ياخذ الايه؟ ياخذ التركه. واصناف الارحام 11، ولد البنات لصلب، كل مولود ايه؟ ولد، يعني ابن البنت وبنت البنت. احنا بنورث بنت ابن الابن، وبنورث البنت، وبنورث بنت الابن. لكن احنا بنتكلم هنا عن الايه؟ عن ابن البنت وبنت البنت، اهم دول رحم. لصلب او لابن، يعني لو انت عندك بنت ابن، بنتها او ابنها من ذوي الارحام. مش احنا خدنا ان ابن الابن وبنت الابن بترث؟ بنت الابن بتاخد، لو ما معهاش بنت، لو معهاش بنت الصلب تاخد هي مكان بنت الصلب. طب لو معاها بنت الصلب في المسألة، بنت الصلب تاخد النص وهي تاخد السدس تكملة للايه؟ للثلثين. دول بنت الابن وابن الابن، مش كده؟ طيب، لكن احنا هنا بنقوله ايه؟ بنقوله ولد البنات لصلب، زي ولد البنات مش ابن بقى، يبقى ابن بنت وبنت بنت، ابن بنت وبنت بنت، ادي صنف. او لابن، ورد ولد البنات لصلب او لابن، يعني ابن الابن ولد البنات لصلب، يعني ابن، يعني ايه؟ بنت الابن، خلاص، بنت الابن. وكذلك لو ابن ابن اولادها ايضا، ابن اللي هو اولاد بنات الابن، لو بنت ابن عندنا بنتها وابنها يعتبروا ايه؟ من ذوي الارحام. يبقى ولد البنات لصلب ابن بنتك وبنت بنتك. طيب، او لابن بنت الابن اللي عندك دي ايضا ابن بنت الابن وبنت بنت الابن. وولد الاخوات، الاخوات بيرثهم. وعصبة، لو كانت اخت بتاخد النص، مش كده؟ وبتعصب الشقيقة. لكن اولاد الاخوات ما لهمش فروض، يبقى انت بقى ابن بنت الاخت وولد الاخوات، ابن بنت الاخت، ابن وبنت الاخت، ابن الاخت رحم وبنت الاخت رحم، بينما الاخت صاحبة ايه؟ صاحبة فرض. ماشي كويس معايا؟ وكذلك بنات الاخوة اللي هي بنت الاخ، بنت الاخ. لكن ابن الاخ قلنا انه عصبة، لو الاخ موجود هو يبقى عصبة، ما كانش موجود الاخ يبقى ايه؟ احنا لو بحثنا عن واحد
عنده أصحاب فروض وفي باقي بنقول إيه؟ أقرب العصابات زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين أقرب العصابات؟ نقول نقوله إيه؟ عنده أخ؟ عنده ابن؟ مفيش. عنده أخ؟ مفيش. قبل ما نسأل عن أي حد، عنده ابن أخ؟ لكن ما بنقولوش عنده بنت أخ. بنت الأخ من ذوي الأرحام. وبنات الأعمام، بنت العم، العم عصبة. لو ما عندوش إخوة، ما عندوش أولاد إخوة، يبقى إيه على طول اللي بعدهم؟ العم، وبعدين ابن العم، وهكذا. يبقى العم، بنات الأعمام أرحام، بنات الأعمام أرحام. وولد ولد الأم، أنا عندي ولد الأم، كل واحد منهم بياخد السدس، الأخ لأم أو الأخت لأم، كل واحد منهم بياخد السدس، لو كانوا مجموعة شركاء في الإيه؟ في الثلث. ابن أخو الأخ لأم، وبنت الأخ لأم أرحام. ابن أخوك لأمك، الأخ لأم ده صاحب فرض. طب بنته عصبة، طب ابنه عصبة، عفوا بنته رحم، ابنه رحم، خلاص. والعمات سهلة، مش عايزة تشغيل جه، عمتك، عمك عصبة لكن عمتك طيب، عمتك من الأرحام. والأخوال لسه قايلين اهو، الخال وارث من لا وارث له. والخالات، والجد اللي هو أبو الأم، جد اللي هو أبو الأم أيضا من ذوي الأرحام. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كل جدة أدلت بأب بين أمين، زي أم أبو الأم، مش أبو الأم من ضمن الـ 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 الأرحام، وأم أبي الأم. كل جدة بينها وبين الأم أب، كل جدة أدلت بأب بين أمين، بين أمين، أم أبي الأم أدلت بأب بين أمين، ده من ذوي الإيه؟ الأرحام. ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة، خالة الخالة ونحوهما، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى تصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه. يعني إيه؟ روي عن علي وعبد الله أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت. أنت بتبحث عن ذوي الأرحام دول، بتقول هي دي بينها وبين الميت إيه؟ تشوف العلاقة بينها وبين الميت، عند العلاقة بينها وبين الميت، هي عن طريق الأب؟ هي عمة؟ مات وترك عمة، نديها ميراث مين؟ الأب. مات وترك خالة، ندي الخالة ميراث مين؟ الأم. تنزل منزلة من أدلى به من الورثة، نفضل نمشي معاها لغاية ما نشوف هي تلتقي مع الميت بأني وارث، نعطيها ميراثه، نعطيها ميراثه. يبقى عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت. نزل ما قلنا فيه، نزل بنت البنت بمنزلة البنت، نعطيه، نعطي بنت البنت ميراث البنت، وبنت الأخ نعطيها منزلة الأخ. شوف الأخ بياخد تعصيبا، هي زيه تاخد بمنزلة الأخ. وبنت الأخت أعطاها منزلة الأخت، تلتقي مع الميت. العمة منزلة الأب، الخالة منزلة الأم. روي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم، وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، إذا لم يكن بينهما أب. لكن أنا عندي عمة وما عنديش أب، ننزل العمة منزلة مين؟ نشوف الأب لو كان موجود كان خد إيه؟ العمة تاخد هذا الميراث، ماشي؟ وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. هتنزل منزلة الأم والأم موجودة؟ لا، ده الأم موجودة الخالة ما تاخدش حاجة، لا ده الأب موجود العمة ما تاخدش حاجة. يبقى أنا نبحث عن ذوي الأرحام، مسألة ما فيهاش فروض ولا عصابات وفيها ذوي أرحام، نجيب ذوي الأرحام بتوع الميت الموجودين، وينزل كل ذي رحم
منزلة من يدلي به من الورثة، بالنسبة للميت ماشي كده. طيب وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم من هذا الوارث، يعني احنا لقينا أولاد عم موجودين، الرجل لما مات له مالوش غير أعمام، والأعمام دول مش موجودين أيضا ميتين، بس كل عم له ولد، انت هتدي ابن عم تميزه عن حد تاني، ولا بنت عم يعني اولاد بنت عم مثلا، لقيت بنت عمك ده وبنت عمك ده وبنت عم الميت ده وبنت عم الميت ده، ينزل منزله الاعمام ويعطوا المال بالايه؟ بالسويه، ويعطوا المال ويعطوا الميراث بالسويه. يبقى اذا جماعه مش واحد بس ادلى بالوارث، لا ده جماعه ادلوا بالوارث من ناحيه الاب كلهم ياخدوا ميراث الاب مع بعض، أدلوا بالوارث من ناحية الأم كلهم ياخدوا كذا خالة، مات وساب كذا خالة، هندي خالة واحدة نقول تاخد منزلة الأم؟ لا، كلهم شركاء في منزلة الأم، لو الأم كان لها مثلا الثلث مثلا يبقى هم كلهم ياخدوا إيه؟ ياخدوا الثلث يشتركون فيه، السدس يشتركون فيه. إذا كانوا جماعة ينزلوا المنزلة بتاعة الوارث بالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية. وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، يبقى بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم، أي ينصب تنصيب هذا الوارث كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية، الذكر كالأنثى زي توريث ولاد زي توريث الإخوة لأم، مش الأخ الأم بياخد زي الأخت الأم، كلهم كده بياخدوا المال بالسوية. لماذا؟ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. يبقى إن أدلى جماعة بورث مش شخص واحد واستوت منزلتهم منه كأولاد العم البنات مثلا، انت بنت العم بتنزلها منزلة مين؟ العم. طب انت عندك اكتر من بنت عم، سواء كانوا اشقاء ولا اولاد عم بنات، اولاد عم المتوفى، يعملوا ايه؟ تجيب منزلة العم، ينزلوا منزلة العم وياخدوا المال بالسوية. والعم طبعا معروف ان هو عصبة، معروف ان هو ايه؟ عصبة. يعني لو كان الباقي، لو كان العم بياخد مال معين تعصيبا، يبقى في هذه الحالة أولاد العم البنات بياخدوا إيه؟ بياخدوا هذا المال بالسوية، سواء كان عم واحد ولا أكتر من إيه؟ من عم. إن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده، كذا ولد، أولاد العم وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينهم وبينه، فنصيبه لهم، أي تنصيب هذا الوارث كإرثهم منه، وبالسوية، الذكر كالأنثى. استوى الذكر والأنثى كولد الأم، اختاره أكثر أهل العلم، ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث. ومن لا وارث له معلوم، لا من الفروض ولا من العصبات ولا حتى من الرحم، معلوم أولا لا يمكن تصور هذا على الواقع، لكن احنا مش عارفينه، نعمله ايه؟ واحد لقينا هو جاي مهاجر، ما احناش عارفين مهاجر منين، مسلم ومات، ماذا نفعل؟ فماله لبيت المال، بيت المال ليس وارثا انما يحفظه كالمال الضائع. قال في القواعد: مع انه لا يخلو من بني عم من اعلى، ما فيش واحد، احنا كلنا اولاد ادم، لابد هتلاقي لك عم او ابن عم اعلى، لازم هتلاقي لك، انت ليك اصل، بس قد يكون لك اصل لكن احنا مش عارفينه، هو في اسوان هاجر ابوه ولا حد هاجر ومات ابوه، وهو استنى لما جه مات ما احناش لاقيين له حد، والناس كلهم بنو ادم لا يتصور خلو من عصبه، لا يتصور. فمن كان اسبق الى الاجتماع مع الميت في اب من ابائه فهو عصبته، لو اجتمع في اب بعيد من ابائه فهو عصبته، لكن لو ما لقيناش لأنه مجهول، لكنه مجهول، وده المهم، من لا عصبة له، معناه أنه لا عصبة له معلومة،
لانه لا يتصور شخص ملوش عصبه ملوش اصل جاي منين يعني، لابد له اصل في اي مكان، لكن ما احناش عارفينه. وخدنا يعني خدنا وقت كافي نبحث عن عصبته، لا نعلم لا نعلم. يبقى في هذه الحاله يعطى المال لبيت المال، وجاز لبيت المال ان يصرفه في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في الحال. لو لقينا له سيد، ولو لقينا السيد بتاعه حتى واحده ست كما قلنا معتقه، يبقى الولاء لمن ايه؟ لمن اعتق، يبقى في هذه الحاله ياخذ المال كله. لكن احنا عشان ما فيش دلوقتي رقيق ولا عبيد ولا الكلام ده، يبقى في هذه الحاله ما احناش لاقيين له عصبه، استوفينا وبحثنا والاخر ما فيش، يبقى المال يروح لبيت المال الذي يحفظه الى وقت معين، ثم يصرفه وينفقه في مصالح المسلمين، ولم يلتفت الى المجهول. المجهول ده اللي احنا مش لاقيينه ده خلاص عملنا اللي علينا، مش لاقيينه خلاص مع السلامه. وليس بيت المال وارثا، وانما يحفظ المال الضائع وغيره كاموال الفيء، فهو جهه ومصلحه، لان اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالارث للكل، فيصرف في المصالح للجهل بالذي يستحقه عينا. احنا مش عارفين مين اللي يستحق المال على التحديد، بقول لك ده يطلع ده وممكن يطلع ده، طب احنا نعمل ايه؟ طالما لسنا نعلم عصبة، اي عصبة، عصبة يعني شوف بقى توصل لآدم، مش عارفين وعايش، يبقى في هذه الحالة احنا ما احناش عارفين، يبقى في هذه الحالة نعطيه لبيت المال الذي ينفقه في مصالح المسلمين. لابد للمال المورث من وارث على التعيين، على التحديد دون اشتباه، لازم للمال اللي هنعطيه الوارث، الوارث ده يكون معلوم على التعيين دون اشتباه، والا فالمال لبيت المال يصرفه في المصالح. واحنا خدنا الترتيب، اصحاب الفروض، ما فيش صاحب فرض، العصبات، ما فيش عصبات، والعصبات نوعين، من النسب او من الولاء. ما فيش عصبات، نبص لذوي الارحام، لا خال ولا خاله ولا بنت خاله ولا بنت عم ولا بنت ولا ابن بنت، مش لاقين حاجه، ولا بنت بنت مش لاقين حاجه، ولا بنت اخ ولا بنت بنت اخ ولا بنت 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 اخ، مش لاقين حاجه، ولا لاقين عصبه ولا لاقين حاجه. يبقى في هذه الحاله يعطى المال لبيت المال لانفاقه في مصالح المسلمين. الباب اللي بعده باب اصول المسائل. يبقى احنا خدنا قاعده مهمه اهو، ينزل حين في ذوي الارحام، ينزل هذا الرحم ده منزله من يدلي للميت بعلاقه يرث فيها، نشوفه ده، يبقى نشوف اقرب الاقربين لهذا الشخص الذي يدلي به الى الميت من الورثه، ونجم مدي عطين ورث. لو هو بنت اخ تاخد ميراث الاخ، او عده بنات اخ بالسويه ياخدوا ميراث الاخ، لو بنت اخت عده بنات اخوات ياخدوا ميراث الاخت او الاختين لو كانوا موجودين بالسويه، البنات يقسم بينهم بالسويه، وهكذا. باب اصول المسائل ده درس مهم يلخص لك كل اللي انت خدته او معظمه، اصول المسائل. وفي مسائل جميله جدا في هذا الباب، اي المخارج التي تخرج منها فروض المسائل. سبع اصول للمسائل، سبع اصول، اثنان وثلاثه واربعه وسته وثمانيه واثناشر واربعة وعشرين. طبعا انا لما اقول لك اصول المسائل اول اصل فيهم اثنين بتبقى عارف، كزوج واخت لابوين مثلا، الزوج حين لا يوجد ما ينزله من النصف الى الربع يبقى ياخد الايه؟ النصف. معروف ايه اللي ينزل الزوج من النص الى الربع؟ يكون الميت اللي هي الزوجه لها اولاد، ما لهاش اولاد، يبقى الزوج ياخد ايه؟ النص. والمساله الثانيه الاخت لابوي، انت اكتب عندك واعمل معايا واعمل دي وبسرعه كده، انت المفروض تكون خلاص بتعمل ترسم المساله وتقول والله زوج وتحط قدامه نص جنبه نص، وتقول اخت لابوين بتاخد نص هي ايضا، يبقى المساله من اثنين، ده واحد وده ايه؟ وده واحد.
خلصت كده تقفلت ده النص وده النص. يبقى رأس المسألة هنا ايه؟ المخرج هنا ايه؟ أصل المسألة هنا من اتنين. وكذلك أب لو الأختين، لو الأخت الشقيقة مش موجودة، الأخت الأبوين مش موجودة، يبقى الأخت الأب، يبقى زوج، احنا قلنا زوج وأخت لأبوين، زوج وأخت شقيقة، الزوج له النص والأخت له النص، مش كتبت المسألة كده؟ زوج وأخت شقيقة، أو زوج وأخت لأب أيضا من اتنين، وده مخرج النصف، والمسألتان تسميان اليتيمتين، تسميان ما فيش غيرهم، المخرج بتاعهم من اتنين، تشبيها بالضرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله، أخت شقيقة مع زوج النص والنص، أخت شقيقة أخت الأب مع الزوج النصف والنصف، اسمهم اليتيمتان، أو لأنهما فرضان متساويان ولا ثالث لهم. ويسميان أيضا النصفيتين، ونصف والبقية، نصف والبقية برضو المخرج من اتنين، كزوج وأب، الأب مالوش نصف فرضة، لكن الزوج بياخد ايه؟ النصف، والأب بياخد الايه؟ البقية. المسألة الأولى اللي هي كانت زوج وأخت شقيقة كلاهما صاحب فرض النص، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ طيب، وزوج وأخت لأب كلاهما صاحب فرض النص، عشان كده بتسموا اليتيمتان أو الضرة اليتيمة إلى غيره. إنما هنا برضو المخرج اتنين، يقول لك نصف والبقية، لأن الزوج هنا الأب هنا يرث تعصيبا، الباقي تعصيبا، نصف والبقية زي زوج وأب، بندي صاحب الفرض الأول الزوج بندي له إيه؟ نصف، والأب بنقول له إيه؟ الباقي، طلع نصف، طلع نصف، لأن الأب هنا يرث تعصيبا فقط، ما يرث بالفرض. طيب، كزوج وأب أو زوج وأخ شقيق، الزوج بياخد النصف والأخ الشقيق إيه؟ الباقي تعصيبا، يبقى الباقي له النصف. أو عم، زي يعني معناها زوج وعم، الزوج بياخد النصف، وأقرب العصابات هنا العم، ياخد إيه العم؟ النصف. يبقى المسألة من اتنين، لكن الطرف الثاني أخذ الباقي، طلع النصف، الباقي طلع النصف. لكن المسائلين الأولانيين كانوا الاثنين أصحاب فروض، ده له نص وده له إيه؟ وده له نص. كذلك كزوج وعم، كزوج وعم أو زوج وابن عم، كل دي النص الثاني هو الباقي، كل المسائل دي النص الثاني هو الباقي. المهم مخرج المسألة بالشكل ده تبقى من ايه؟ من اتنين، ده واحد وده واحد. يبقى اول اصل في المسائل من اتنين، الاصل التاني من تلاتة، وثلث والبقية من ثلاثة، زي اب كابوين، يعني اب وام، ثلث والبقية من ثلاثة كابوين، ابوين يعني ايه؟ اب وام. انت بتعمل ايه في هذه الحالة؟ بتعطي الام ايه؟ الثلث، والباقي ياخدوا مين؟ ياخدوا الأب، ثلث والبقية من ثلاثة، ثلث والباقي ياخدوا الأب، وثلثان والبقية من ثلاثة، زي بنتين وأخ شقيق، البنتين بياخدوا إيه؟ يبقى ده مخرج التلاتة أهو، البنتين بياخدوا إيه؟ تلتين، مش البنت لها النصف؟ طب المسألة دي فيها بنتين، لهم إيه؟ التلتين، ومع البنتين أخ شقيق بياخد الباقي، بياخد تلت، يبقى المسألة من ثلاثة، البنتين خدوا اتنين والأخ الشقيق خد واحد، يبقى المسألة من ثلاثة، اتنين وواحد، خلاص؟ فده مخرج الثلاثة، وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين، كأختين لأم وأختين لغير الأم، أختين لأم بياخدوا ايه؟ التلتين، مش البنات لما بتكون واحدة بتاخد النص، بنتين اتنين بياخدوا التلتين، فالاختين خدوا التلتين، وفي اتنين اختين لام، يبقى اتنين اختين اشقاء خدوا التلتين، واتنين اختين لام هم شركاء في ايه؟ اخوات الام في الثلث، فهم شركاء في الثلث، يبقى دول خدوا تلتين ودول خدوا تلت، يبقى المساله من ثلاثة، اتنين هنا وواحد هنا، واضحه؟ واضحه؟ اللي عايز قبل ما يطلع في من السائل ده يسال،
لما تيجي لك مسألة نقول لك أخت شقيقة عدد اتنين، الصبورة كانت مهمة، وأخت لأم عدد اتنين، بتدي الأختين الشقيقتين كام؟ تلتين. الاتنين أصحاب فروض، وبتدي الأختين لأم تلت. المسألة اتحلت أهي. يبقى المسألة من تلاتة، ده اتنين، دول اتنين، ودول واحد، ماشي؟ وربع، المخرج أهو بتاع أربعة، وربع والبقية من أربعة كزوج وابن. لا مؤاخذة، الزوج لما يبقى مع الابن الزوج ياخد الربع ولا النص؟ هياخد الربع، والابن ياخد الباقي تعصيبا. يبقى الولد ياخد كام؟ التلات ارباع. زوج وابن، الولد اقرب العصبات، الزوج ياخد الربع، والولد والابن ياخد التلات ارباع، والابن ياخد التلات ارباع. يبقى المسألة من اربعة، زوج خد واحد، والابن خد ايه؟ خد تلاتة. يبقى المخرج جاء من اربعة اهو. وربع مع نصف، ربع مع نصف، زي زوج مع بنت. الزوج لان في بنت ينزل من النص للايه؟ للربع، في فرع وارثه، والبنت بتاخد النص. يبقى المساله من اربعه، الزوج ياخد واحد، والبنت تاخد ايه؟ اتنين، ومعاهم وقلنا ربع والبقيه من اربعه كزوج وابن. وربع مع نصف، ربع مع نصف كايه؟ والبقية من أربعة، ربع ربع مع نصف وعم، زوج وبنت، الزوج بياخد الربع والبنت بتاخد النصف والعم ياخد الباقي. يبقى المسألة من أربعة، الزوج ياخد واحد والبنت تاخد اتنين والعم ياخد واحد، صح ولا لا؟ معايا؟ تاني، زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، اسمهم ايه المسألة دي؟ ربع مع نصف والبقية من أربعة. الربع لمين؟ للزوج، والنصف لمين؟ للبنت. هل المسائل خلصت كده؟ الفروض خلصت؟ التركة خلصت؟ لا، ده لسه فاضل فيها واحد ياخده العم تعصيبا. يبقى المسألة دي اسمها مسألة ربع مع نصف والبقية من أربعة، ومخرجها من أربعة، لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت وعم، وثمن والبقية كزوجة وابن. يبقى مخرج التمانية ثمن والبقية كزوجة وابن. الزوجة بتاخد ايه؟ التمن. يبقى المسألة من تمانية، خلاص؟ واحد للزوجة، السبعة لمين؟ للابن، السبعة الباقي تعصيبا. يبقى زوجة وابن، يبقى زوجة تاخد التمن، والسبعة تتمن ياخدوا مين؟ ياخدوا الابن. وثمن مع نصف والبقية، طيب زي ايه؟ زوجة وبنت وعم. الزوجة لما بيبقى في بنت تاخد تمن، يبقى المسألة من تمانية، البنت النص. يبقى المسألة من تمانية، رأس المسألة الزوجة لها التمن يعني واحد، والبنت لها النص يعني أربعة. يبقى العم ياخد كام؟ تلاتة. أربعة واحد خمسة، من تمانية يتبقى إيه؟ تلاتة. يبقى العم خد تلات تتمان، يبقى العم خد تلات تتمان. يبقى دي مخرج التمانية. ولا يكون كل من أصلي الأربعة والتمانية إلا ناقصا. أصل الأربعة وأصل التمانية لازم المسألة فيها الباقي تعصيب، لا يمكن يكملوا الترك أبدا. لا، تاني، لا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية أبدا إلا ناقصا، أي فيها عاصب، والإثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين. فهذه هي الأصول الأربعة التي لا تعول، الاثنين والتلاتة واربعة وتمانية، لا تجد مسائل عول. اللي غاوي حفظ بقى ومذاكرة وحفظ، يعني اصل الاثنين واصل التلاتة واصل الاربعة واصل التمانية، كل المسائل دي لا يمكن الا ان تكون ناقصة، ولا يمكن ابدا تعول، يعني لا يمكن تتزاحم فيها الفروض باي حال من الاحوال. هذه الاصناف الاربعة لا تعول، لا تزدحم فيها الفروض ابدا. طيب نجي ننتقل نقلة تانية. وسدس والبقية كأم وابن. لما يبقى في ابن يبقى الأم تنتقل من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. يبقى الابن من خمس إيه؟ من خمس أسداس. سدس والبقية كأم وابن من ستة. وسدس ونصف والبقية كبنت لها النصف، وأم في وجود البنت بتنزل للسدس، يبقى نصف تلات اسداس،
وام خدت السدس باربعة، يتفضل سدسين يروحوا للعم، والمسألة دي من ستة. ماشي معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ انا عايز نسمع مسألة تانية اهو. سدس والبقية زي الام والابن، الام لها سدس في وجود الابن والباقي للابن تعصيبا، يبقى ده المسألة دي اسمها سدس والبقية. طيب وسدس ونصف والبقية، مين هنا ياخد سدس؟ ادناها للام. ومين هنا خد النصف؟ البنت. فالام مع وجود الفرع الوارث للبنت بتاخد السدس، يبقى سدس ونصف. النصف ثلاث تسداس، مسألة من ستة، والسدس اربع تسداس، والعم ياخد الايه؟ الباقي تعصيبا، والمسألة من ستة. ونصف وثلث والبقية، نصف وثلث والبقية، كزوج وأم وعم، زوج وأم وعم من ستة. الزوج ما فيش فرع وارث ياخد النص، ادي كلمة ونصف الأول، والأم تاخد الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، نص وتلت. النص من الستة تلات تسداس، والتلت اتنين تفضل سدس، العم ياخد السدس الباقي. دي اسمها مسألة نصف وثلث والبقية، نصف وثلث والبقية، ونصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس من ستة زي الزوج، ما فيش فرع وارث هياخد النص، والأم هتاخد السدس، والأخوين لأم شركاء في الثلث. يبقى أنا عندي، ودي بتسمى مسألة الإلزام، مسألة الإلزام أو المسألة الإلزامية. ليه؟ الأول حطها عندك على الدفتر بتاعك، قول زوج، لأننا نقف عندها شوية، قول زوج معاه أم، معاه اتنين إخوة لأم. هنشوف ابن عباس عمل مشكلة في مذهبه رضي الله عنه، وألزمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة دي، ألزموه لأنه خالفت أصوله هو في الحتة دي. إيه بقى؟ اكتب زوج عندك، واكتب أم، واكتب أخوين لأم. الزوج عشان ما فيش فرع وارث بياخد إيه؟ النصف، حط النصف. والأم عشان ما فيش فرع وارث بتاخد إيه؟ الثلث. لا لا، الأم تاخد السدس عشان في أخوين لأم، خلاص، والأخوين لأم خدت التلت، يبقى الزوج له النص، الأم لها السدس، الأخوين لأم شركاء في الإيه؟ في السلس. ابن عباس مذهبه أن الذي يحجب الأم من السلس إلى السدس مش اتنين إخوة، لازم يكونوا أزيد. إحنا قلنا أن الجمع يبدأ من أخوين، هو قال لا، لازم يزيدوا عن اتنين، لازم يزيدوا على اتنين. هو لا، وفي ادي اول حاجه في مذهبه لا يحجب، ادي اول حاجه في مذهب ابن عباس، اكتب لا يحجب الام عن الثلث الى السدس الا بثلاثه من الاخوه او الاخوات، ولا يرى العول، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبا في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن، يرد النقص عليه. طب انت لما بتقول المساله ما بتعولش، النقص العول يعني ايه؟ نقص في التركه نفسها، زياده في عدد الاسهم، ونقص في قيمه السهم، بحيث انت في نهايه المساله اللي فيها عول تيجي تبص للنص تلاقيها اقل من النص، مش كده ولا لا؟ لان في فروض ازدحام. هو بيقول ايه؟ بيقول العول ما فيش عول، انما النقص اللي حاصل في الفروض في التركه بسبب ازدحام الفروض يرد فين؟ يرد مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، اللي هم مين؟ البنات. البنت لما يبقى معاها أخ لها مش بتصبح عصبة؟ مش البنت من غير الأخ بيبقى لها النص؟ هو يقول لك دي هي لها النص، لو بقى لها أخ هتاخد الباقي، مش هتاخد حاجة، يبقى بيعمل النقص عليه. ابن عباس يقول دي لما يكون لها اخ يعصبها، ايه اللي خلاها تنزل من النص تروح لحاجه بسيطه؟ اهي دي نحط النقص عنده. ادي حته. وهن البنات كذلك الاخوات لغير ام، الاخوات الشقيقات. مش الاخت الشقيقه لها النصف؟ طب تعالى حط مع الاخت الشقيقه اخ، مش بياخدوا الباقي تعصيبا؟ بالله عليكم الباقي تعصيبا ده يبقى زي النص اللي هي اخدته لوحدها. فابن عباس لما لا يرى العول يقول لك النقص الحادث في التركه، لو في بنت في المساله يترد عليها،
النقص ده ينزل ينزل من قيمة أسهمها، ولو في أخت ينزل من قيمة أسهمها. يبقى هو أولا لا يرى، أولا يرى الـ 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 الأخوات لأم اللي الأخوات الإخوة يعني، أو الأخوات لأم أو الـ أو, الـ أو, 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 أو أي أخوات لا ينقصون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا زادوا عن اثنين، بينما جمهور العلماء يرون أن الاثنين جمع في هذه المسألة، يرون أن الاثنين جمع. نمرة اثنين لا يرى العول، لا يرى العول، فألزمه العلماء بهذه المسألة. صحابة ايه ألزموه ازاي؟ ان اعطى الام الثلث، حط كده بقى المسألة دي، حلها تاني جنبها على مذهب ابن عباس، اديلها بدل السدس اديلها التلت، لان الاخوة اقل من ثلاثة، خلاص؟ واعطى ولديها الثلث، عالت المسألة وهو لا يرى العول. فهمتوها؟ فهمتوا يا جماعة؟ ابن عباس ألزم بالمسألة دي ليه؟ لأنه لو هو أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة وهو لا يرى العول. طيب، وإن أعطاها سدسا، إذا أعطى الأم سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. هو الأخ الأم عمره يصير عصبة؟ يبقى هتجيب النقص عليه إزاي؟ على الأخ الأم. يبقى ابن عباس، ابن عباس ألزم بهذه الحجة. أنتوا فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها؟ طيب. وربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين كزوج لازم معاه بنتين وعم. الزوج عشان فيه بنات بياخد الربع والبنتين لهم التلتين، والباقي والباقي للعم. يبقى الربع مع التلتين والباقي للعم. وكزوجة وشقيقتين وعم. المسألة دي من 12، اكتبها عندك. زوجة، زوجة تحتها اثنين اخت شقيقة عدد اثنين، وبعدين اكتب عم. الزوجة في وجود الاخوات الشقيقات لا ينتقص، لا ينتقص ميراثها من الربع الى السمن. ليه؟ لا، هي اللي بينتقص بالفرع الوارث، ما فيش فرع وارث. يبقى ندي الزوجة الربع والاثنين الشقيقتين لهم التلتين، يبقى المخرج بتاع اربعة مع ثلاثة يبقوا كام؟ 12. اكتب 12 في اصل المسألة، واكتب قدام الزوجة الربع يبقى ثلاثة، وقدام الاثنين الشقيقتين 12 في 2 ب 24 على 3 فيها 8، يبقى الباقي للعم يبقى ايه؟ 1. 1 على 12. وضحت؟ يبقى ربع مع ثلثين، يبقى المسألة دي مخرج ل 12. مخرج ل 12 اهو، ربع مع ثلثين والباقي للعم. طيب. وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ شقيق. الزوجة بتاخد الربع لانه ما فيش فرع وارث، والام بتاخد التلت لان ما فيش فرع وارث. الربع والتلت المساله من 12. قدام الزوجه حط 3، الربع 3، وقدام الام حط 4. 3 و4 7 3 و4 7 7 من 12 اتفضل كام؟ 5. الربع زوجة 3، والأم لها التلت، تلت ال 12 4، يتفضل 5 من 12. ماشي. وكزوجة وإخوة لأم وعم. زوجة وإخوة لأم من غير عدد، يعني هما اتنين فأكتر. زوجة وإخوة لأم وعم. الزوجة، الزوجة لها الربع، مفيش فرع وارث، والإخوة لأم شركاء في الثلث، والعم ياخد الباقي. المسألة دي من كام؟ من 12. الزوجة 3 والإخوة لأم 4، يتفضل الباقي لمين؟ للعم، اللي هو بقى 5 من 12. ماشي؟ أو ربع مع سدس. كل ده مخارج ال 12 اللي فاتت دي. ربع مع سدس كزوج وأم
وابن، الابن هياخد الباقي، الزوج له الربع لان وجود الابن خلاه ينزل من النص الى الربع، صح؟ والام لها السدس عشان في وجود فرع وارث. يبقى المساله من 12 الزوج له 3 والام له 2، 3 و2 5 من 12 اتفضل 7 ياخدوا الابن. او زوجه زيها بالظبط وجده وعم، الزوجه وجده وعم، الزوجه بتاخد الربع كاملا والجده السدس والعم الباقي. المساله دي من 12، ربع الزوجه 3 وسدس الجده 2، 3 و2 5 من 12، يبقى العم ياخد 7 على 12. ولا يكون في ال 12 وال 24 صوره عادله اصلا، لا بد من انه يبقى في باقي، بل اما ناقصه ام واما عائله واما تعول، يعني يا ناقصه يا ناقصه المساله وتدي الباقي لاقرب العصبه، يا المساله تعول، لكن التركه تتوزع بحيث تبقى الصوره عادله، عدد الفروض يغطي التركه بالظبط والباقي صفر، ما بيحصلش في مخرج 12 ولا في مخرج الا 24. يعني اما ان المساله ناقصه واما ان المساله والباقي هيبقى للعم او للاخ او لغيره، واما عائله يعني تزدحم الفروض والمساله ايه؟ تعول، لكن عادله لا، لا يكون في مخرج ال 12 و 24 مساله عادله. وثمن مع سدس كزوجه وام وابن. زوجه وام وابن. الزوجه عشان فيه الابن بتنتقل من الربع للثمن. والام عشان فيه فرع وارث بتاخد السدس. يبقى المساله دي من كام؟ من 24. التمن 3 قدام الزوجة والسدس 4 قدام الأم، 7 والابن ياخد 17، والابن ياخد 17. أو ثمن مع ثلثين، بدل الثمن مع السدس يبقى الثمن مع الثلثين، زي زوجة وبنتين وعم، زوجة وبنتين كزوجة وبنتين وعم. الزوجة لها ايه؟ لها التمن، والبنتين ليهم التلتين، والباقي للعم. واضحة؟ كملها انت. او معهما سدس كزوجة وبنتين وام وعم. يعني بدل ما زوجة وبنتين وعم اللي هي الاولى اللي قبل كده، لاحط معاهم ام. يبقى الزوجة برضو هتاخد التمن والبنتين التلتين والام بتاخد السدس والعم ياخد الباقي. ماشي كده؟ هنا بقى بيقول ايه؟ ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان ابدا. ليه؟ لان الثمن لا يكون الا لزوجه مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مساله فيها فرع وارث. لا يكون الثلث في مساله فيها فرع وارث، يبقى السدس. الام لو في فرع وارث بنديها ايه؟ السدس، مش كده؟ يبقى هنا قاعدة اهي، لا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. أصحاب التلت مع وجود الفرع الوارث بينزلوا للإيه؟ للسدس. من بينهم الأم ينزلوا للسدس. ولا يعول منها أي من هذه الأصول. احنا خدنا الأصول 2 و3 و4 وستة وتمانية واثناشر واربعة وعشرين، خدنا 7 اهو، 2 تاني، 2 اصل من 2، من 4، من 6، من 8، من 12، من 24. لا يعول من هذه الاصول الا الستة وضعفها، يعني الستة والاثناشر وضعف ضعفها، يعني معاهم ال 24. يبقى الستة و12 و24 هذه الاصول هي التي تعول اذا تزاحمت فيها الفروض باجماع اهل العلم. اذا حبيت انت من النوع اللي تسيب نفسك لذهنك وفهمك وانت راجل فاهم ومستوعب المسائل وكده، ماشي، عايز تحب تحفظ اهو. انت وانت بتحل مساله زي كده ولقيتها عالت، تراجع نفسك بقى، ما انت حافظ القاعده. اصل السته وال12 وال24 تعول الاصول دي الثلاثه، هي اللي تعول، هي اللي فيها عول.
إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك، وإحنا قلنا الرد عليه، لأن بفضل الله عز وجل العمل عند أهل العلم قاطبة بالإجماع عبر أجيال العلماء لا يوافق ابن عباس في ما ذهب إليه رضي الله عنه. يقول الشيخ: فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا، يعني الستة والسبعة والثمانية والتسعة، الستة والسبعة والتسعة وبرضه الستة والثمانية والعشرة، فتعول إلى سبعة. الستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا، فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة. خليك سريع بقى وبحلها في البيت. تعول إلى سبعة كزوج، زوج بياخد النص، وأخت لغير أم يعني أخت شقيقة لها النص، والجدة لها السدس. بالمسألة تعول ولا لا؟ نص ونص وسدس، يعني ابتدى اهي لازم المسألة تعول، صح معايا؟ وكذلك أخ لأم، احنا قلنا هو كزوجة وأخت لأم وجدة، إن الزوج كزوج وأخت لأم كزوج، يا أخوانا تعول إلى سبعة كزوج وأخت شقيقة وجدة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة أو ولد الأم محلها ياخد السدس، يعني حط المسألة دي تبقى تنفع مع الجدة إما الأخ الأم. وكذا زوج وأختين لأبوين أو لأب، نفس المسألة، يبقى دي الستة بتعول تعول إلى سبعة، طيب، وتعول إلى ثمانية، الستة تعول إلى ثمانية، زي زوج وأم وأخت لغير أم. إدي الزوج إيه؟ النصف، ياخد ثلاثة، لأنه ما فيش فرع وارث، وإدي الأم الثلث اثنين، لأن ما فيش فرع وارث، والأخت النصف ثلاثة، والمسألة دي تعول تبقى إيه؟ تبقى ثلاثة واثنين خمسة، وثلاثة كام؟ ثمانية، تشطب على الستة وتكتب ثمانية، يبقى المسألة دي عالت إلى ثمانية، ماشي؟ حد عايز يستوقفني أنا تحت أمر. وتسمى المسألة اللي فاتت دي المباهلة، لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب، فجمع الصحابة للمشورة فيها. شوف العباس أبو ابن عباس ليه؟ قال العباس: أرى أن يقسم المال بينهما على قدر سهامهم، لأن دي أول مسألة عالت في زمن عمر. فأخذ عمر برأي العباس واتبعه الناس على ذلك، حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته. ابن عباس لا يرى العون، وقلنا بيرد النقص على أقرب واحد، لما يعصبه، لما يحصل معه عصبة زي البنت والأخت، يحصل معه عصبة تنزل، فقال لك هي دي اللي تقبل النقص. أنا ليه هنخلي كله ينقص فلوسه، والبنت لو معاه أخ خدت الباقي تعصيبا أقل من نصف كتير، مش كده ولا لا؟ طيب، فقال ابن عباس بقى: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ شوف كلام ابن عباس جميل حقيقة، كلام ابن عباس جميل حقيقة. وقال: ويم الله، ده يمين، لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. يعني عايز يقول إن البنت اللي بتاخد النصف لما يبالها أخ بتروح فين؟ شو بتنزل قد إيه؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى فرض، فذلك الذي قدمه الله، أما والذي أهبطه من فرض إلى ما بقى زي ما يطلع فذلك الذي أخره الله. فقال له زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر. فقلت: ألا أشرت عليه؟ فقال: هبته، وكان امرأ مهيبة. يا سلام، رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن أبي رباح: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم. الآية اللي احنا عارفينها، ثم نبتهل فنجعل الله تعالى على الكاذبين هم لا يقصدون
لا يقصدون اللعن ولكن يقصدون التحدي. قال في المغني قوله أهبط، أهبط من فرد إلى فرد، يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرد، الزوج له فرد والأم لا فرد، الزوج له فرد والزوجة لا فرد معروف، والأم لا فرد، ثم يحجب إلى فرد آخر لا ينقص منه. الزوج بساعات بياخد النص وبعدين ينزل ليه للربع، والزوجة بتاخد الربع وتنزل ليه للتم، والأم بتاخد التلت وتنزل ليه للسدس. وأما من أهبط من فرد، هم دول بقى الأقوياء دول ما يحصلش عليهم نقص. وأما من أهبط من فرد إلى ما بقى، يريد البنات، البنت لها النص ثم بعد ذلك تهبط إذا كان لها أخ تأخذ ما بقى من المال. فأما من أهبط من فرد إلى ما بقى يريد البنات والأخوات، الأخت الشقيقة بتاخد إيه؟ لو لأخذ النص لوحدها، طب لو معاها أخ يبقى ياخد الباقي تعصيبا. فالذي هبط من فرد إلى فرد ده قوي اللي فاتهم دول، أما الذي هبط من فرد إلى ما بقى ينبغي أن يسير النقص في العون عليه هو، ما يبقاش على كله زي بعضه. هذا كلام ابن عباس بالبلدي يقول كده. فإنه يفرض لهن البنات الأخوات، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقى قل أو كثر. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العون ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام اللي فاتت دي. أنا أرى أن مسألة الإلزام دي حجة قوية جدا وينبغي أن احنا إيه نحفظها، بتمشي فيها مع أي مخرج لابن عباس تلاقي تصطدم بيه، تلاقي تصطدم بيه. فيعني تمشي كلامه هنا يعارض كلامه هناك، تمشي كلامه هنا يعارض كلامه هناك، فسميت بالمسألة الإلزامية زي احنا ما قلنا بعد كده. وإلى تسعة، يبقى احنا قلنا الستة بتعول متوالية إلى عشرة، تعول إلى سبعة خدناها، وتعول إلى تمانية خدنا المسألة الإلزامية اللي فيها باهي لابن عباس، وقلنا أيضا الستة تعول إلى إيه؟ إلى تمانية، إلى تسعة. كزوج، اكتب زوج وأخوين الأم وأختين شقيقتين، الزوج بياخد النص كاملا عشان ما فيش فرع وارث، والأخوين الأم أو الأختين الأم شركاء في الثلث، والأختين الشقيقتين ياخدوا التلتين. الزوج هياخد النصف ثلاثة، مثلا من ستة الزوج هياخد النصف ثلاثة، وولدين الأم اللي هو الأخين أو الأختين الأم أو الأخ وأخت الأم ياخدوا التلت اثنين، يبقى ثلاثة واثنين خمسة، وأختين شقيقتين ياخدوا التلتين أربعة، يبقى المسألة منين؟ من التسعة. مسألة من تسعة، خلاص؟ ثلاثة واثنين خمسة وأربعة، تلتين أربعة، يبقى تسعة، خلاص؟ وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة وفيها عول، اشتهر فيها العول. وذلك الحمد لله أن مذهب ابن عباس كان هيبقى صدام كبير في مين هيمشي عليه ومين مش هيمشي عليه. أول مسألة اللي هي الغراء حدثت بعد ابن عباس وكان اشتهر فيها العول ومشى العول عليه على كده من ساعتها لغاية الآن. وتسمى المروانية لحدوثها زمن مروان، وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. اكتب بقى ثلاث أخوات متفرقات يعني، اكتب أخت شقيق وأخت الأب وأخت الأم، حطها على بعضها كده وقول لي بقى بعد دقيقة انت ورثت ازاي. الشقيقة تاخد النص، ماشي، والأخت الأب تاخد السدس تكملة لليه للثلثين، ماشي، وللأم والأم تاخد السدس، ماشي. زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، الزوج اديته ايه النص، اكتب اكتب قدام الزوج النص، والأم خدت الايه السدس، ماشي، زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات، الأخت الشقيقة تاخد إيه؟ النص، والأخت الأب تاخد إيه؟ السدس تكملة للثلثين، والأخت الأم تاخد السدس، خلاص؟ بقت كام؟ ها؟ تسعة. ما هي دي بقى اللي هي تسمى الغراء، تسمى الغراء.
وتسمى ايضا والى عشرة، خلاص انتوا حلتوها كده تسعة صح، كلامكم صح، والى عشرة كزوج وام، اكتب زوج. جينا بقى لمسألتين ثلاثة جمال اهو، نفسي ان انا لا مسألتين او ثلاثة ندهولكم قبل الاذان. والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين شقيقتين، زوج وام، للزوج النصف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليكم معايا، المسألة اللي هي عالت إلى عشرة، الستة دي اللي عالت إلى عشرة رجحها عندك تاني، زوج أم أختين لأم، يعني أخت الأم عدد اتنين، أختين أخت شقيقة عدد اتنين، قلنا للزوج النصف ثلاثة. تعال بقى شوف النساء الموجودة بقى بعد الزوج، الزوج النصف خد ثلاثة. لك معايا يا شيخ يحيى، تعال بقى أنت للنساء، للأم السدس واحد صح؟ طيب الأختين لأم خدوا كام؟ اتنين، كل واحدة ايه؟ واحد. طيب والأختين الشقيقتين خدوا كام؟ يبقى الأم خدت السدس، الأختين لأم خدوا كام؟ اتنين، كل واحد واحد، والتلتين الأخت الشقيقة. المسألة دي عالت إلى عشرة مش كده؟ عالت إلى عشرة. قول لي بقى الزوج، الزوج خد كام؟ الزوج خد ثلاثة، الأم أربعة، الأخوات الأم كل واحد واحد ماشي، والشقيقة كم؟ اتنين واتنين. تسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها. الستة عالت لعشرة، الستة عالت لعشرة، يعني عالت بكام؟ بأربعة، أربعة تلتين الستة، الأربعة تلتين الستة. ليس فيه، هو هنا الشيخ بيقول إيه؟ تسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية أيضا لأنها حدثت زمن القاضي شريح، وروي أن رجلا أتاه، أتى القاضي شريح وهو قاضي بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال، أعطاه ثلاثة أعشار المال، يعني كان هو زوج، الزوج بياخد ثلاثة هو من عشرة مش كده؟ مش المسألة عالت لعشرة الزوج له ثلاثة؟ فأعطى القاضي شريح، أعطى هذا الزوج بنفس الحالة دي، أعطاه ثلاثة أعشار المال كويس؟ فكان إذا لقى الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف مع عدم الولد والربع مع الولد، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، لأنه اداله ثلاث أعشار، ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. هو بيسأل الرجل ده، بيسأل في الشوارع الرجل ياخد إيه إذا من زوجته؟ قالوا يا ياخد النصف لو ما عندوش ولاد، ما عندهاش ولاد، يا ياخد الربع لو في إيه مع وجود الولد. فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. شوف أهل العلم، يعني أنت عمال تشنع بي على حكم، يعني أنت شايفه إن هو جائر، والله ما أعطتك إلا اللي بيقوله ربنا ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله العلماء من بعدهم. فإذا أنت يعني شفتني عمال تنشر بي حكما جائرا، إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا، بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، أنك تذيع الشكوى، فضح الدنيا وتكتم الفتوى، وهي فتوى صحيحة. يبقى المسألة دي مهمة جدا، المسألة التي الستة لما تعول إلى عشرة
لها مميزات أو لها صفات معينة احنا ناخد بالنا منها. والاثنى عشر تعول أفرادا، تعالى بقى المسائل الاثناشر بتعول أفرادا، فتعول إلى 13، تعول الاثنى عشر إلى 13، كزوج وبنتين وأم. زوج وبنتين وأم، الزوج له الربع عشان في بنات، والربع ده ثلاثة، المسألة من ايه؟ من 12، الربع ثلاثة، والبنتين لهم الثلثين 8، صح كده؟ والأم لها السدس 2، وتعول 12 إلى 15 أيضا، 15 كزوج، كزوج وبنتين وأبوين، والمسألة دي زي اللي قبلها بالظبط. وتعول ال 12 أيضا إلى 17، 17 كثلاث زوجات، اكتب زوجة 3 واكتب جدة 2 واكتب أخوات لأم يعني أخت لأم 4 واكتب أخت شقيقة 8. شوف بقى المسألة دي، دي نختم بيها إن شاء الله. الزوجات الثلاثة، ثلاث زوجات ياخدوا ايه؟ ياخدوا الربع، الزوجات لهم الربع لان ما فيش فرع وارث، صح؟ اكتب قدام الزوجات الثلاثه الربع، وقدام الجده الاثنين اكتب السدس، الجده الواحده لها سدس، الجده الاثنين سبع جدات لهم السدس مثلا يعني. واكتب الاخت لام 4 لهم الثلث، صح ولا لا؟ شركاء في الثلث. والاخت الشقيقة لها النص. المسألة دي من 12، الزوجات الثلاثة ياخدوا 3 معايا، والجدتين الاثنين ياخدوا السدس يعني ياخدوا 2، مظبوط. والاخت الام هما كم؟ اخت الام 4، ياخدوا 4 كل واحدة 1، والشقيقة 8 ياخدوا 8. اما تيجي انت بقى تفك المسألة دي هتلاقي كل الزوجات الثلاثة خدوا 3 كل زوجة سهم، والجدتين خدوا 2 كل جدة سهم، والأخت الأم 4 كل أخت الأم خدت سهم، والثمان شقيقات كل أخت شقيقة خدت سهم، 1 1 1. يعني لو المسألة دي التركة 17 جنيه كل شخص في هذه المسألة ياخد جنيه. ولذلك المسألة دي تسمى أم الأرامل، ويسمونها أم الفروج بالجيم، لأن الجميع إناث. ولو كانت التركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى، وتسمى الدينارية الصغرى 17 دينار. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27، والمسألة دي نختم بيها، ال 24 تعول إلى 27، ودي المسألة المنبرية اللي حلها علي بن أبي طالب وهو على المنبر. هي بتقول إيه المسألة دي؟ زوجة وبنتين وأبوين، يعني أب وأم، زوجة واثنين بنت وأب وأم، الزوجة لها التمن عشان في بنات 3، اكتب 3، والبنتين لهم التلتين تلتل 24، اكتب 16، ولكل من ابوين السدس، يعني الاب له 4 والام لها ايه؟ 4، صح ولا لا؟ ها، وافقتوني في الكلام؟ حل طلع مظبوط كده؟ المسألة دي رأسها 24، وتيجي تجمعها تعول الى كام؟ لا، هي 24 تعول الى 27، زوجة وبنتين. انا بقى احل معاكم، الزوجة التلاتة والبنتين التلتين 16، والاب السدس 4 والام السدس 4، 4 4 8 و16 24 3 27، بشطب على 24 خط كده ويبقى 27. ايه بقى المنبرية؟ علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى ان صدر الخطبة كان على النحو التالي: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل عنها المسألة دي فقال: صار ثمونها تسعى، ومضى في خطبته.
صار ثمنها تسعى الزوجة بعد ما كانت واخدة 3 على 24 خدت 3 على 27 فاللي بيسأله بيقول له الزوجة هنا تاخد ايه وهو بيقول صدر خطبته دي شوف الـ 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 يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يترضى عنهم وأن يحشرنا معه. أقول أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.